حرفيا يا جماعة الشوكولاتة دي أكبر من دماغي. هاي جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. أهلا بيكم في قناتي على اليوتيوب، أنا روان داش. فيديو النهاردة حماس جدا جدا جدا، لأنه من أكتر سلسلة أنتوا بتحبوها على قناتي، وهي سلسلة يلا نجرب مع ريري اللي قناتي بتتحول فيها حرفيا من قناة لمطبخ. وبحاول في السلسلة دي ان انا اخد اشهر الاكلات العالمية واحولها لاكلات ضخمة، زي ما قبل كده عملنا اكبر شوكولاتة ريزيز في العالم، وعملنا كمان مع بعض اكبر كوباية قهوة في الحياة كلها. والنهاردة قررت اني هعمل اكبر واضخم شوكولاتة فريرو روشيه في العالم. بالمناسبة يا جماعة، عايزة اقول لكم انه حرفيا خلال تصوير الفيديو ده حصل زلزال فجأة، وانا واقفة لقيت الاوضة بتاعتي بتتهز. كل اللي انا عملته ان انا خدت القطه بتاعتي وطلعت اجري من البيت. قبل ما نبدا الفيديو، انزلوا اعملوا لايك كبير جدا على الفيديو ده، خلونا نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكس علشان اعمل لكم فيديوهات اكتر واحلى. وكمان اكتبوا لي تحت في الكومنت ايه اكتر شوكليت انتوا بتحبوها، علشان ممكن محدش عارف اكبرها في يوم من الايام. اول حاجه هنعملها دلوقتي هي ان احنا لازم نروح على السوبر ماركت ونجيب كل الحاجات اللي هنحتاجها. سو يلا بينا على السوبر ماركت. جايز، عايزه اقول لكم خبر حلو جدا، وهو انه انا هبدا اطلع تاني تعليقاتكم انتوا معايا في الفيديوهات. فتعليق النهارده هيكون من البنتين الجمال دول. عايزه اقول لهم شكرا جدا على محبتكم وعلى تعليقاتكم اللي تجنن، وانا بحبكم جدا جدا. ولو انتوا كمان حابين ان تعليقكم انتوا يطلع معايا في الفيديو الجاي، كل اللي عليكم تعملوه هو حرفيا 3 خطوات بس. لازم تكونوا عاملين لايك على الفيديو وسبسكرايب لقناتي وتشتركوا فيها، واخيرا انكم تكتبوا تعليقاتكم اللي تجنن تحت في الكومنتس، وهختار تعليقين وهيطلعوا معايا في الفيديو اللي جاي. مشرحة ريري للأكلات العملاقة. ركزوا معايا كويس جدا، لأنه دلوقتي هشرح لكم تكوين وتركيب الشوكولاتة اللي هنعملها النهاردة علشان تكونوا فاهمين احنا هنعملها ازاي. اوكي. الفريرو روشيه بيكون شكلها عامل كده زي الدايرة، وحواليها بيكون في طبقة من الشوكولاتة وطبقة كمان من البندق. انت هتتعلم يعني هتتعلم. والفريرو كمان بتكون مقسومة لقسمين، اللي هو جزء عامل كده من تحت وجزء عامل كده من فوق، وهنا في النص بيكون فيها بندقية صغيرة، ومن تحت هنا بتكون مليانة بالشوكولاتة. والطبقة اللي من بره دي بتكون مكونة من الويفر. فعلشان نعمل الفريرو النهاردة لازم يكون عندنا 4 حاجات أساسية، وهم البندق، الشوكولاتة، الويفر، وكريمة البندق أو شوكولاتة من البندق علشان نحطها جوه أو نحشيها في الفريرو. أوكي يا جماعة، مستعدين تشوفوا كمية الحاجات اللي أنا اشتريتها النهاردة للفيديو ده؟ صدقوني أنتوا مش مستعدين. هو اكتر من 7 كيلو من الشوكولاته، تخيلوا. وجبت برضو كميه كبيره جدا من البندق وكميه كبيره من الويفر، وكمان جبت الشوكولاته بطعم البندق علشان نحطها جوه كحشوه. زي ما فهمتكم في الاول، الفريرو بتكون دايره بس مقسومه لنصين، فاحنا هنستعمل الاطباق دول علشان نمثل شكل الفريرو. هو ده المفروض يكون شكل الفريرو في الاخر. ف يا خلونا نبدا. اول حاجه لازم اعملها هي ان انا اكسر بسكوت الويفر في الخلاط، وبعد كده اسيح الشوكولاته واخلطها مع الويفر علشان اعمل الطبقه اللي هتكون من بره. صراحه شفت كذا حد عملها بكذا طريقه مختلفه، لكن هي دي الطريقه اللي انا حبيتها وحبيت اني اتبعها النهارده، وان شاء الله يا رب تظبط. فهبدا دلوقتي ان انا اكسر البسكوت. هناخد البسكوت كده، احساس حلو قوي بيفش الغل. اوكي، ودلوقتي هحط البسكوت ده في الخلاط وهنخلطه علشان يتكسر. شوفوا ازاي اتفتفت. اسوأ حاجة بجد في فيديوهات الطبخ دي ان انا بقعد يوم كامل بعد الفيديو بس بنضف في الاوضة. كانت
حرفياً هتحصل كارثة دلوقتي. A few moments later. بما إنه الخلاط خد وقت كتير جداً على ما كسر البسكوت ده، فقررت إن أنا هكسر البسكوت ده بإيديا. طبعاً لأن البسكوت رقيق جداً، فشوفوا إزاي سهل إنكم تفتفتوه. أخيراً يا جماعة، حرفياً بعد 3 ساعات، تخيلوا 3 ساعات وأنا بكسر البسكوت، فاينلي بقى عندي البسكوت كله متكسر هنا. ودلوقتي اللي هعمله إني هسيح الشوكولاتة علشان أحطها وأخلطها مع البسكوت المطحون. أو ماي جاد، شوفوا كمية الشوكولاتة اللي لازم أسيحها دلوقتي. المشكلة بجد هي إن أنا مفيش حد بيساعدني، يعني بعمل كل حاجة لوحدي. سو يب، هروح أسيحها وأرجع لكم. اوكي يا جماعه، سو عندي هنا اول شويه من الشوكولاته السايحه، فدلوقتي هنزل عليهم البسكوت. اوكي، هنبدا نحط البسكوت على الشوكولاته ونخلط. اوكي يا جماعه، سو دلوقتي هنجهز الطبق اللي هنحط فيه الشوكولاته. طبعا علشان الشوكولاته بتاعتي مش عايزاها تلزق في الطبق واعرف اطلعها بسهوله، فهحط عليها الكيس ده. الكيس ده انتم ممكن تكونوا فاكرينه من فيديو اكبر شوكولاته ريسيس في العالم، وبصراحه الخدعه اللي انا عملتها ظبطت، سو هعملها تاني وهعيدها في التجربه دي. هحط الفويل ده فوق الطبق بالطريقه دي، وهحاول اني اخلي جوانب كده طالعه علشان بعد كده اعرف اشيله واشدها منه. اوكي، ودلوقتي بس الجوانتي بتاعي اكيد، وهبدأ اخد شوية من العجينة دي واحطها هنا، وهحاول اني اقلد الشكل بتاع الفريرو اللي هو نص الدايرة. اوه ماي جاد يا جماعة، الموضوع مرهق وصعب اكتر من ما توقعت. صراحة مش عارفة اللي انا بعمله ده صح ولا غلط، بس عقلي بيقولي ان هو صح. اهم حاجة عندي بس انه الشكل فعلا يطلع شبه نص الكرة. اوكي يا جماعة، عايزة اقول لكم انه للأسف بعد ما خلصت كل الشكل بتاع الفريرو، فالكيس اتقطع، اضطريت اني اطلع كل الشوكلت من الكيس واحط كيس جديد وارجع اعمل الشكل من اول وجديد، والموضوع بجد كان صعب ومرهق. 6.5 hours later. صباح الخير جايز، واهلا بكم في اليوم الثاني من التجربة دي. سو هنا عندي الطبقة الاولى من نص الدايرة اللي خلتها تجمد في الفريزر لمدة يوم كامل او ليلة كاملة. غير كده عايزة اقول لكم اني النهاردة الصبح لما صحيت عملت الجزء الثاني من الدايرة دي، وهي دلوقتي موجودة في الفريزر مستنيها تجمد. المهم دلوقتي خلونا نطلع الشوكولاتة. اوكي، سو همسك البلاستيك وهحاول اني جايز انا مش مصدقه. دلوقتي كل اللي محتاجه اعمله هو اني اقشر البلاستيك ده من عليها. في بس خطا فني الصراحه حصل، يعني خطا صغير مش هيكلفنا كتير، وهو انه البلاستيك اللي انا حطيته اندمج مع الشوكولاته. اوكي، انا هحاول على قد ما اقدر ان انا اشيل البلاستيك ده، لكن يعني هيفضل في بلاستيك في الشوكولاته، دي حاجه انا ما اقدرش حقيقه اغيرها. يعني ما اعتقدش البلاستيك هيكون مضر قوي لو كلناه. اوكي اكيد بهزر، بليز ما حدش ياكل بلاستيك. اوكي، وهنا عندي الطبقة الثانية من الشوكولاتة بقت جاهزة برضو، وطلعنا الطبقة الثانية. واو، حاسة ان انا بعمل كندر سربرايز مش فريرو روشيه. اوكي يا جماعة، سو اللي هعمله دلوقتي هو اني هصنع البندقية الصغيرة اللي بتكون جوه الفريرو، اللي هي احلى حاجة في الفريرو اصلا. فعندي هنا اكيد البندق، وفي هنا عندي كمان لوحين من الشوكولاتة البيضاء، هما كانوا 3 وانا كلت 1، بس عادي يعني عادي. هبدأ الاول باني افرم الحمص مين؟ هو انا بعمل طعمية. ودلوقتي هنسيح الشوكولاتة البيضاء، فهنعمل كده. وكيف دلوقتي هبدا ان انا اطحن البندق. او ماي جاد على الصوت. اوكي اوكي، لازم اقوي قلبي شويه. سو هنصب البندق هنا، انا حاسه ان ده كتير قوي. ودلوقتي هننزل عليه الشوكولاته السايحه. دلوقتي هنبدا نخلط لحد ما الخليط يكون كده عامل زي عجينه مع بعض.
دلوقتي هنزل العجينة بتاعتي هنا على الفويل ده، هعملها على شكل دايرة. كيسو هو ده شكلها، وهحطها دلوقتي في الفريزر تتجمد شوية، يمكن نص ساعة، وبعد كده اطلعها. واخيرا يا جماعة جهزت الشوكولاتة السايحة، ودلوقتي اللي هنعمله انه هنخلطها مع البندق. جايز انا بجد بدات اتحمس جدا جدا اني اشوف النتيجه النهائيه، وقربنا جدا ليها. ولو لسه لحد دلوقتي مش عاملين لايك، انزلوا اعملوا لايك واشتركوا في القناه علشان تشجعوني اكتر وانزل لكم فيديوهات اقوى واحلى من دي. دلوقتي هروح اطلع الطبقه الاولى من الفريرو علشان نغطيها بالشوكولاته بالبندق. سو يلا بينا. اوكي وهنبدا دلوقتي نصب عليها. او ماي جاد، طبعا هتاكد اني اغطيها كلها من كل الجوانب. وخلصنا. شايفين منظر ايدي عامل ازاي؟ يا جماعة شكلها بدأ يتحول لفريرو، وبجد الحاجة دي محمساني جدا، وهموت وادقها على فكرة. عايزة اقول لكم طبعا زي ما انتم عارفين فريرو روشيه بتكون من جواها محشية بشوكولاتة تجنن، فعندي من الشوكولاتة دي هنا، ودلوقتي هحشي الحتة دي بالشوكولاتة. وقعت بره. ممكن يعني اعمل كده عادي. طعمها دمار يا جماعه بجد. بو انزلي. شوفوا ازاي لازقه. شكلها غلط قوي. انا مش محتاجه ابدا اني استحمى بعد الفيديو ده، لاني اوريدي استحميت بالشوكولاته. انتوا شايفين منظري؟ بجد مش قادره اشرح لكم مدى وجع ظهري في الفيديو ده. ايه اللي انا بعمله ده؟ 2000 years later. اوكي بغض النظر عن البهدله دي، بس جايز شوفوا ما احلاها. باقي حاجه واحده بس، وهي البندقيه اللي في النص. هي دي البندقيه اللي انا عملتها في اول الفيديو او في نص الفيديو. واو جايز شوفوا ما احلى شكلها بعد ما جمدت، فدلوقتي هنحطها في النص. اوكي جايز مستعدين؟ او ماي جاد بجد عجبتني قوي 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 قوي، يمكن دي اكتر حاجه عجبتني في كل الفيديو لانها بجد كيوت قوي. اوكي سو عندي هنا الطبقه الاولى. او ماي جاد جايز اقسم بالله ما بهزر، تقيله تقل مش طبيعي، يمكن اتقل مني. الفيديوهات اللي زي دي بتحتاج مني قوه مش طبيعيه. او ماي جاد اوبس، لا ما تقولوش انه لزقت. او ماي جاد اوكي يا جماعه الشوكولاته لزقت في الصينيه، سو هحتاج سكينه. او ماي جاد انا مش قادره اصدق الحجم بجد. انتوا شايفين جايز شكلها يجنن حرفيا. يا جماعه الشوكولاته دي اكبر من دماغي، يعني هي اكيد اكبر من دماغي، يعني شايفين دماغي قد ايه والشوكولاته قد ايه. اي لاف ات. لوحدي ما عنديش اي خبره في الطبخ، انا اللي عملت الشوكليت العملاقه دي. طبعا لسه ما خلصناش لانه هنعمل اخر حاجه اللي هو هنزينها وهنحط لها الغلاف بتاعها. اوكي في الاول هبدا اغلفها بالالومنيوم. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد جايز قلبي بيدق بسرعه. انا كنت على وشك اني ابوظها وفكرتها اتكسرت، بس الحمد لله هي بس وقعت، بس ما اتكسرتش الحمد لله يا رب. طبعا بما انه الفويل ده لونه سيلفر والمفروض انه الفريرو لونها ذهبي، فطبعا رحت واشتريت سبراي مخصوص بس علشان الونها بيه، وطبعا السبراي ده لونه ذهبي. اوكي يا جماعة باقي حاجة واحدة أخيرة، وحاجة مهمة جدا جدا جدا. واو وات واو
دي حقيقة أحلى وأغلى حاجة أنا عملتها في حياتي جايز، شكلها يجنن. بالله يا جماعة مش راضية تتشال، انا فعلا مش بقفر في ردة فعلي، وعلشان كده دلوقتي انا حابة اعرف جدا هي وزنها كام. فعندي هنا الميزان، هستجمع كل قوايا العقلية والجسدية والنفسية علشان احاول اشيل الشوكولاتة دي. الشوكولاتة دي يا جماعة 12 كيلو، يعني حجم بني آدم، بني آدم صغير أو طفل 12 كيلو يا جماعة من الشوكولاتة، متخيلين؟ دلوقتي بقى احنا لازم نفتحها كأنها فريرو روشيه عادية جدا جايبينها من السوبر ماركت. سو هنعمل كده. أو ماي جاد، طلع لي بندق بس. كيس اللي انا هعمله اني هفتحها. شركة فريرو انا اسفة جدا، لكن دي طعمها احلى بمليون الف مرة. وبس جايز، هي دي هتكون نهاية فيديو النهاردة. اتمنى من كل قلبي يكون الفيديو عجبكم، وبليز بليز بليز جايز انزل اعملوا لايك كبير جدا على الفيديو ده. حرفيا جايز اللايك مش هيكلفكم ولا اي حاجة في الحياة، غير بس ان هو هيشجعني. واهم حاجة جايز تكونوا عاملين اشتراك في قناتي وتسيبوا لي رأيكم في الفيديو تحت في الكومنتس. وبس جايز، ثانك يو سو ماتش فور واتشنج، بحبكم قد الدنيا كلها، وان شاء الله اشوفكم في كل الفيديوهات الجاية. باي جايز.